السلام عليكم خاوتي أزول، تحية كل شاب زائري داخل وخارج الوطن. اليوم كان لنا ضيف هو صديقي المناصر الوفي للمنتخب الوطني محمد من بلجيكا، كان شاهدا على ما حدث في مباراة الجزائر والسويد بمدينة مالمو التي انهزم فيها المنتخب الوطني بهدفين مقابل صفر بأداء مشكوك فيه، لكن كاين أمور غير رياضية صارت قبل المباراة وهي من أفقدت يقولوا نفسية اللاعبين والضغط، كان عليهم ضغط رهيب. محمد كان حاضر في فندق المنتخب الوطني، رحبوا بك محمد، السلام عليكم. السلام عليكم سرواري، كيف داير خويا؟ لاباس؟ صافي بليزير انا معك اليوم. صافي بليزير. محمد انت اتصلت بي قبل المباراة وبعثت لي واحد الفيديوهات صغيرة، بعثت لي واحد الصور، قلت لي راهي فوضى عارمة في فندق المنتخب الوطني، قلت لي وصفت لي، قلت لي راه السوق تاع مديوني، السوق تاع بوماطي، السوق تاع لاباستي، قلت لي طايح اكثر من نايت، قلت لي كانت امور شفتها ما عجبتكش. اذا تقدر الميساج توصله للجماهير الجزائريه، وانا نشوفوا معناكم تشوفوا الصور تاع محمد راهم معنا تشوفوا فيه كيف الملعب، ما تقولوش هو اللي جاب واحد غير هكا ولا راكم تشوفوا معنا اليوم في الكرو تصاور تاع خونا محمد ربي يحفظه ان شاء الله. محمد قلت الصراحه قبل المباراه، انت قبل المباراه تنبهت بلي غادي تكون نتيجه سلبيه قبل المباراه، باسكو انت انا خفش لك تلعب كره قدم، تلعب هنا في الدورات في اوروبا، وتلاقينا في تون وتاع هاتفي ميلود، فسر لي واش وقع قبل المباراه. يا شباب يقول لك واري، انا رحت عرضني صاحبي وعيط لك ديجا صافي دي جور قبلها، قلت لك نروحوا، قلت لله محمد وقيمة. مهم رحت انا واحد صاحبي، المهم ما عنديش موفي صاي راحت لي دي صاي الناس لا يفوت دي موضوع، حنا رايحين نلعبوا ماتش امريكا، حنا رحنا هكا باش نشوفوا المنتخب، راه كامل نقول الاعلام رانا في الاوروب، عند صاحبي لا فامي تاعي فاميليا وصلوا لهم السلام لهذا المنبر، يبلغ يبلغ ان شاء الله. مهم باش نفرحوا، مهم وصلنا، قلت لهم نروحوا لوتر وين كانوا ويكاند لا ديليغاسيون تاع برجيل، مين وصلنا تما خويا حمام. وانت بعثت لي ميساج في الصبيحه قلت لي واد الكلام اللي قلت لي باللي الانضباط راح بالماضي، وقلت لي باللي هرب له الجروب، قلت لي كلامك صحيح بالمية. بعدي ديجا شفت بعينك، شفت الناس، انا كنت تما سير بلاص وشفت وهدرت مع هاد الناس تما، كانوا يقولوا باللي غادي كاليف، وهاد السيد قلت له خويا وديجا خرج عندي في اللايف، في اللايف قال لي راك هدفتي، انت باش هدفت فيه خويا؟ قلت له انت فهمت شنو المقصود، هادو مالهم هاد الناس، واش بهم شنو كانوا يديروا تما؟ تاع اليوتيوبر كيما نقولوا اللي يتبعوا الانترناسيونال ويتبعوا جماعه اليوتيوبر والصفحات الفيسبوكيه، بارك الله فيك، جماعه تحيات في المباراه وجماعه تتاهل انا نسميهم زعماء الهايشر، بارك الله فيك. سوا ديزون قلت له سقسيته، قلت له خويا باين تقصيت تاع اليوتيوب، قال لي وانا ما تعرفنيش، قلت انا ما غير شفتك واش بي هذا، كان من حقه يجي يشوف المنتخب ولا المشكل؟ لا انا سال علي كاع كيما حقنا هاد البلاد سالوا فيها حقه يشوف المنتخب الناصر، ولكن كاش ما شد داروا حاجه انورمال. لا كانوا الداخل هما كانوا يخرجوا ويدخلوا، كان يخرج واحد المسؤول هذاك قول لي عليه، ثم هذاك المسؤول تاع الاعلام صلاح بي عبود بارك الله، هذاك ولا يدخل ويخرج يدخلهم هذوك اليوتيوبر، كاين من ما تبغي تذكروا اسمه وما تبغي ما تذكروش راك لا اشتغل سبا باسكو انا كنت حاضر تما، انا كنت سيت عندي تصاوير داخل في لا ريسبسيون. كانوا بحمايه صلاح بي عبود ما هو كان يدخل في هذو صحاب اليوتيوب، كانوا وحدين زعما اللي كانوا يهضروا بلي كوب دي مون تتعاود، وكان واحد ما راك فاهم اللي غادي يفوت ما ريسبونس تاع بي عبود، كان يقول بلي ما جاتناش ريبونس من الفيفا، تعقل مين كان هو تاني داخل في التايشير راه بي عبود الفيفا لا ريبونس ما كانش خليها في الدوك. وشوف وكان تما اون بيرسون زفزاف كان حاضر عند الباب، كان يشوف انا نقول لك عند الباب الناس يدخلوا ويخرجوا قدامه، ما يهضر ما بس كيما نقول بصح واحد ما يكذبش على روحه واري حجر وراه ما كان عندهاش علاقه، زعما واحد ما تدخلش تاع طول المود ما يدخلوش ما تغيدكش، بارك الله فيك. انا الناس اقسم بالله لا حمام بالحنيفيه
يا حبو حبا يا بابا انا خاطيني زعما كان مع حتى واحد، انا ني معاك انت ني مع فلان ني مع فلتان. انا شفت السؤال، حنا كنا نلعبوا بولا لعبنا شويه زعما حنا ملي كنا نلعبوا في الشوم وما يدخلوش عندنا الناس فاهم. بيت البارح كارثه لي تريكويات قال لي خرج تريكويات يخرج فاهم. شوف هذا السؤال زعما شنو بغي نقول لك، تنظر تبكي على الايامات اللي كنا فيهم فهذه كمل اخي محمد. كانوا الناس تما باسكو كانوا البلعين دايرين باريير كاين باريير، وكانوا الناس يخرجوا من لوتيل يدخلوا حبابهم مثلا انا نخرج من الباب كان سيكيوريتي واحد السويدو مسكين هبلوه هبل وكان يطلع المديره تاع اللوتيل مديره الاوتيل ولا تبغى تبكي باسكو كانوا الناس لي سيودو كانوا تما راه كامل كانوا لي سيودو تما كانوا تنظيم سيء الناس يعني. فانا ما فهمتش حاجه بالماضي تما ويكان بريزون على الفيدراسيون ويكان ويكانوا هذو اللي ريسبونسابل كان غير واحد اجون تما مطلعينه في بالي معاهم. انا عندك الاستنتاج حسب القراءه تاعي والخبره تاعي المتواضعه وما حبوا الناس تدخل ماشي غير هذ اللي كثر عليهم هذو اللي كاك يوتيوب ولا هذوك بيسهل عليهم هذوك. انت قلت باللي صراحه بعبدهم اللي كان يدخلهم وصلتهم صحيح وضحى باللي هاد الناس كما قلت لي انت البارح قلت لي هاد الناس تاكدت باللي راهم كومبريس مع لافا في هما كانوا شغل عم يعطوهم يردوا لهم في الجميل على اللي كانوا راه يشرو في الشعب. قلتها لي البارح يردوا لهم في الجميل هذه عاديه ولكن الناخب الوطني هربت له. قلتها من قبل باللي كان باغي طوك هو عنده منخب وطني عنده أزمة نتائج عنده أزمة ثقة بهذا يخلي الشعب يدخل باش اون كي يكون يشاك في المباراة الشعب ما ينتفض ما يقولش بالماضي الإيجاج ما يقولش سيبوسا خليها لكم سايبة كما خليها لكم انت لعبت البولة وشفت لهم سايبة اسكو انت تيماجيني ليكيب ناسيونال تروح في نهارها في آلي روتر الوهران سي نورمال هذي هذي جامي هذي مهيبات على الاقل وهران راهي كبير احنا ولاد وهران نعرف ثاني مدوا معمره لي زوبير معمره السيكوريتي روراو كان يجي وهران يلعب روراو حاضر فيه روراو مي كان يجي 2005 خلص ما عندكش كي دير فاهم انت ديجا كنت ديبلاسي ثاني كنت ديبلاسي معاهم في وقت روراو ما تنجمش يعني يقول لك البارح ما تامنش البارح حمام غاشي فريس شب انا ثاني دخلت مي انا دخلت انا ما دخلني حتى واحد انت دخلت دوك دخلوا كاع تدخل انت شافيا كاع وكاع الناس دخلوا سي لوجيك راك يعني دخلت معايا هذاك كوميتي هذاك مسكين السيد واط مارك فهمني دخلت تصور مع راك فاهم وتخرجنا انا ما دخلني فلان راك فاهم ما اليوتيوبر ما والو انت ما كنتش ما باش يقول لك دخل واري زعما كاع ما كنتش خاطيني انا اذا بعث لك ميساج بها قلت لك لو كان يديروا بويا مثالي قلت لك باللي انا ما عنديش هذه الخدمه ما ندخل ما والو عندي اكريتاسيون تاع جورنالست لعب سان نصور كيف الناس ليش وكانوا الناس باش ندخل انا عمري ما دخلت الشومبره تاع جوال هاد السؤال عم يجيبوا لي الهضره علاش نروح ما بينش روحي نولي انا انفيزي كيما هاكم مش طاقينا بدون ادله هاي صرف عليك فلان هاي دير لك فلان ها انت تاع فلان بلا دليل غير بالهضره. انا فاش خلعت انا شفت واحد الناس اللي كانوا في سيبورتو قبل الماتش مي كانوا عند لوتيل يتصوروا مع هاد اليوتيوبر يتصوروا يقدبوا هاكا ويتحاب خلعت. انا عندي صحابي لي زونسيان جوار كنلعبوا معايا ديال مورات ودبوا ان شاء الله يذكرهم ان شاء الله بخير خوتنا وحبابنا هذوك مي خو زعمك هذاك تصور انا خلعت يوتيوبر قابلين يتصوروا معاه ما أمتش عقلي لا بالك لا غالب معليش مهم المشكلة عيدت هالمباراة حاجة ما كان كوب ديموت ما كان إهادة ما ولو قال الكلام اللي قلناه من قبل خلص صحيح قلت لي بني تأكد باللي الناخب الوطني هربت له وفاش هربت له أنا ديجا أنا عندي فيديو انضباطية أنا باسكو أونترينر نورمال هو إمبوزي السيكيوريتي وكاش لي تقول لوطيل يا سي انتيردي يا صاحبي كيفاش داخلين فطاش داروا البارح حنا الناس ما نشدو فيهم صح الناس اللي ولاو يدخلوا في الغاشي يا
يعني نقول لك شي كارثه، درت لايف راه كاين اللايف شي قرا نكذب ونزيد على الناس صح نورمالمون هادو يهضروا عليهم فهمتني. هادو انا ديجا قلت لها لواحد فيهم قلت لها على ما تهضرش اللي خاطئ عليك هذا غير الجزائر في المونديال والمنتخب الوطني حاجه كبيره وعاون العاب الماضي قلبوا راه بهذو زعما تاع باش يرقدوا الشعب بالماضي فيها النقد اللي فيه باش يصلح المنتخب والاتحاد يقومون ما كانش ما سمعت نشوف قلت لي تاكدت باللي هاد الناس يتكلموا على جال مصالحهم الشخصيه باش يدخلوا يتصوروا وصاي انا بنت ما باين على مصالح حموري. الناس كانت ديت لي كويات البارح عندهم دخلت عتيكي قال لي خالص خلط له البي انا عفوا خلط له البي نعرفون كان الناس مليحين في تريبي الاوفيسيال فاهم كيفاش صحتهم خويا يعني تكون سايبه انا اعتقد باللي هاد الناس رد الجميل تاعهم هو من عند الناخب الوطني باسكو على بالنا باللي رقم واحد في الاتحاديه وفي المنتخب الوطني والمنتخب الوطني هذه باينه هذوك هذه الفوضى وكما كانش اوتوريزاسيون مع بالماضي والله ما يدخل واحد يبلعوا لكم بالبيطون هذه باينه باسكو تشوف هاكا نورمال هذه الامور تنحي التركيز على المنتخب الوطني باينه اللي نقول لك البارح الصوغه وري خويا كيفاش ما كونسونطريش الجواره ولاو تحت يطلعوا يهولوا يعيطوا للفلان يعيطوا للفلان فاهم كيفاش هذه باينه كي غادي تربح انت الماتش وشايف كيفاش ما تنجمش خاصك كانوا غاشي المحيط كان ديجا برا كارثه هذوك اللي برا اللي حنا نعاونهم في البرد موان دو ما تامنش بصح ايامه اللي كانوا داخل لو كان الاتحاديه والناخب الوطني كان عندهم استراتيجيه لو كان داروا راحوا في فندق قريب لاين بور في اللايف كانوا يقولوا في الخلا بعيد ما يديروش سونتر فيل ما قدر قاعد ديره في عوين واري ديره مانيش عارف فين باسكو هادوك اللي دمروا اللي كانوا باقي يومين باقي ايام يحلفوا غادي يركوا هادوك هما اللي يجيبوا الاخرين اعاده المباراه بارك الله فيك دروك هو مين غادي يعرف باش ما يجبدلاش على الماتش يتعاود اوبليجي تما هو مين غادي يدخل وكما يدخلش غادي يولي يهضر فيه اوتوماتيكمون ميولي ما يسواش بصح شاولا يدخل ويسكت وهذاك اللي يعاد المباراه يزيد دخل ثلاثه صحابه على خويا يدرب يمدو تريكويات راك فاهم كيفاش الله يهديهم يهديهم الخلاصه تاعك على مستقبل المنتخب الوطني على ما شفت البارح في الميدان على التشكيله شفتك انت التشكيله قبل ما قلت لي ولي التشكيله باينه باللي ماشي تاع مستقبل اخر 2019 باختصار حنا رانا في 2019 هذيك التصويره هذيك رانا كيما نقولوا نجيبوها نفرجوا عليها نعاودوا داك فاهم نقطعوا حاجه ولا صوره تما انت واش رايك لا يقول لك واحد المقوله راه يدور بزاف لو كان يروح بالماضي ش نجيبو راح على لوزيت راح تعدان راه هذه هي البوله خويا هذه سنه الحاج البارسا غوارديولا كان في برشلونه راح البايرن تاعنا هذاك تاع لا هولون كيسموه اللي كان قبله شكون ريكار داليك دي شامبيون مع البارسا جا غوارديولا دا العجب وهذه باينه هذه باينه تاع الواليك دي شامبيون جا موراها تاعنا تاع الطليان انشيلوتي ثاني دا العجب لا احنا مازال كيما نقولوا مازال عايش كيما وقت بوتليقه الله يرحمه اون دي كابي مسكين في الاخر الله يرحمه تحت وجور معليش يخلوه صاي انا مانيش خوط على انا مانيش خوط على الترينر ما باش يعرفوا مي زعماك شو كاين مومو واري في البوله ما تتمشاش سي بون حتى تحس كاين لي زونترينر اللي يقول لك هادو مساكين ما عندهمش مستوى اونترينر كنت سمعت كيما انا اللي فات واحد اونترينر قال لهم انا نفاد ليكيب قال لهم شفت باللي ما كاش كوميونيكاسيون جوار تقول له العب هاك هو كيما نقولوا ما راهش معاك قال لهم انا حبس والله ما على بالي واش كون اونترينر وحبسوه مورينو شاد مانشستر يونايتد في توتنهام وراح مشاش مشاش ما الشعب شبي انا تاع تشيلسي كسموه الالمون تو خان ولا كسموه واه تاع اللي كان بي جي الالمون اللي كان بي جي وكان تشيلسي ما تلعب دي شامبيون مع تشيلسي لعب اون سيزون ما تمشاتلاش راح هذه لا هادو مانيش عارف ما تفهم والله ما تفهم حاجه قلت لغه التقديس ما فهمتش
ومن تهضر الله الصح يقول لك انت خائن وطن انت حركي انت قد تقولها قد كيما انا يجبدوا واحد الصوره باللي انت كنت صورت مع بالماضي في الدين شفتها البارح شفتها البارح هذيك شفت مشكل هذه مش هذيك اللي ما انت الاولى لا صورت معها سي ما انت الاولى رحبت به قلت اسوا من البيزوراجين صايم بين قد ساعه على جنسو لا صورت معك ما تنتقداش قندوز الله يذكر على خير ديال الهضره شابو ديال الهضره شابو صح صح محمد نشكرك على هذه الجلسة الخفيفة كلمة الله. أخيرة للجماهير الجزائرية وعلى مستقبل المنتخب الوطني باختصار الله يجيب الخير إن شاء الله ومن خير الجزائر وبالماضي يعني دير عندي كليك مش عندي كليك لا غالب أنا أتعرف إن شاء الله ربي يجيب الخير بارك الله مع ذهابة ولا مع بقائه بكل صراحة شباب نقول لك ما كون نقولوا بقاء يقولوا حاجه نقولوا ذهاب احنا نقولوا ما يعرفوا هذو اللي يقولوا راك فاهم احترام مهنه لازم الانسان يحترم مهنه التدريب احنا غادي يكون نقولوا هاك يقول لك هذا مع انا خلاص راك فاهمني نخلوها كيما نقولوا مع الوقت مام اليلوزيت كان معانا راك فاهمني دار هذا حان الوقت اللي فتحنا عام قبل لاكان على الأقل يجي داخل جديد يمشي بس كون ديك لي هذه اللي غالب يجي واحد جديد يمشيها سي دوريجين كي معك هذي كي معك قادر يجي كل بداية النهاية ما عندنا ما ندير سيبو ما تمشيت الشكر وقع مديت سيبو سي تنجمش هذو قاعد تكون الفاق ما تنش فاهم أموري كنش عبد نجتامي نقول الله يجب الخير أمين محمد الله في روحك وشكرا صح أموري بارك الله فيك أموري